أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم. نقرأ أبعاد ودلالات فتح تحقيق في تعرض الطالب وليد نقيش للتعذيب والاعتداء الجنسي، كما نتوقف عند التهاب الجبهة الجامعية والغضب والاحتجاجات الطلابية إثر الوفاة المأساوية لطالبة جامعية حرقا في حي جامعي. قال موقع طريق نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أنه تم تحويل تحقيق بخصوص تصريحات وليد نقيش إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت وكيل الجمهورية بالأحرى محكمة بير مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في قضية وليد نقيش بعد التصريحات التي أدلى بها أمام محكمة جنايات دار البيضاء يوم محاكمته قبل أيام، والتي تفيد بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي عند استجوابه بمقر الأمن الداخلي. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من كندا سفيان شميط المحامي والخبير في العدالة الانتقالية، ومن الجزائر محمد كرمة المحامي والناشط الحقوقي من سيدي بالعباس. نبدأ من الجزائر. أستاذ محمد كرمة، كيف تقرأ نقل تحقيق في قضية وليد نقيش إلى المحكمة العسكرية في البليدة ودلالات أصلا فتح التحقيق حول هذه القضية التي تهز الجزائر بتداعيات حتى عالمية؟ أستاذ محمد كرمة، هل تسمعني؟ أسمعك أخ جمال. تفضل. لم أسمع سؤال جيدا. سؤالي كنت كيف تقرأ دلالات فتح التحقيق في تعرض طالب وليد نقيش للتعذيب والاعتداء الجنسي، والآن القضية حولت إلى المحكمة العسكرية في البوليدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي جمال وإلى كل مشاهدي قناة أوراد تي في. بداية تلقينا نحن كأسرة حقوقية كهيئة الدفاع، تلقينا يعني بأسف كبير ما دار بجلسة المحاكمة للسيد وليد نقيش والتصريحات الصادمة التي جاء بها والمتمثلة في أنه تعرض إلى التعذيب، وسرد يعني بتفصيل دقيق ما هي هذه يعني كيف عذب أثناء توقيفه للنظر وأين ومن طرف من، ويعني كان ذلك صادما أيضا حتى بالنسبة لهيئة الحكم التي يعني وقفت منبهرة جراء هذه التصريحات التي يعني أحدثت يعني هزة حقوقية حتى يعني خارج الجزائر.
من هذا المقام يعني كما نددنا يعني خلال يعني المحاكمة وبعدها نندد أيضا اليوم بمثل هذه التصرفات التي تأتي يعني في وقت أخرجت الكثير من الدول مصطلح تعذيب من قواميسها. الشيء الذي لم نفهم أو لم تفهم هيئة الدفاع هو أن الشكوى قدمت من طرف زميلتنا بخصوص تعرض موكلها للتعذيب، قدمت أو يعني هذه الشكوى قدمت في شهر جويلية من السنة الفارطة جويلية 2020 ولم يتخذ أي إجراء، مع أن يعني اتفاقية منع التعذيب توجب على من يتلقى الشكوى أن يباشر على الفور إجراءات التحقيق فيها، والاتفاقية مصدق عليها من طرف الجزائر، وبالتالي السلطة القضائية في الجزائر ملزمة ببنود هذه الاتفاقية. الآن بعد ما أخذت القضية بعدا دوليا ويعني سمع بها يعني كل الناس، ويعني لا سيما أن وسائل التواصل الاجتماعي تناولتها يعني على نطاق واسع، تتحرك يعني هذه القضائية يعني بفتح تحقيق في هذا المجال، وعرض الموضوع على محكمة عسكرية. أعتقد أن ذلك مرتبط بالجهة التي ذكرها وليد نقيش أنه تعرض للتعذيب من طرفها وبداخل يعني حجراتها. طيب يبقى معنا محمد كرمة. أستاذ سفيان شويطر، كيف تقرأ دلالات فتح التحقيق أولا ثم الآن يتم تحويله إلى المحكمة العسكرية للقضاء العسكري؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. أولا الجزائر، الأستاذ ضيفك الكريم أشار إلى قضية المصادقة على الاتفاقية مناهضة التعذيب سنة 89 من قبل الجزائر. المادة 12 وبعدين حتى المادة 13، لكن المادة 12 تقول أنه بد أن تفتح تحقيق سريع إيميدياتمون للمصطلح بالفرنسية بالعربية سريعا. إحدى محاميات الضحية تقدمت، سجلت شكوى رسمية لدى النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة يوم 23 جويلية الفارط. في شهر نوفمبر، قبل شهر نوفمبر يؤد، أنا قدمت شكوى إلى مقر الأمم المتحدة حول التعذيب وطالبت التدخل العاجل من أجل حماية الحرمة الجسدية والنفسية لوليد نقيش، وهناك بعض الصحف أشارت إلى ذلك. إذن تم إعلام بشكل علني قضية وليد نقيش في شهر أوت الفارط. في شهر نوفمبر مع الاتحاد البرلمان الأوروبي تمكننا من إدماج قضية وليد نقيش وتعذيبه من قبل في بعض المراكز الشرطة وفي مركز التابع لمديرية الأمن الداخلي بالجزائر العاصمة، وذكر في اللائحة الأخيرة اللي صارت عليها وتناقشنا عليها في الموضوع هذا في الفقرة الدال في الباراجراف دي، يعني بشكل كمال. وأدى أنه حتى أن رئيس المجلس حقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية تفاجأ في إحدى استجواباته مع بعض التلفزيونات على أساس أن هناك اتهام بالتعذيب. إذن من الناحية القانونية أن السلطات الجزائرية تعلم بوجود هناك حالة التعذيب على الأقل منذ 23 جويلية 2020، بل أن هناك في أوت بعض الجرائد الإلكترونية تكلمت وهي محل الرقابة ومتابعة، أو يفترض أن تكون من على الأقل من خلال ما يسمى بالمصالح الخاصة للإعلام في رئاسة الجمهورية في وزارة السيادية. وحتى في شهر نوفمبر أن البرلمان الأوروبي الذي كان هو سباقا بالنسبة لتنظيم تكلم على وليد نقيش. إذن السلطات الجزائرية تقاعست وانتهكت هذا الحق في فتح التحقيق.
الآن اضطرت أنها تحاول أن تفتح التحقيق، لأن هناك شبهة في مدى استقلالية القضاء. الآن أنه يحولون القضية إلى القضاء العسكري بناء على أن المتورطين المشتبه المتورطين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية. أولا، الشيء المتفق عليه دوليا ووفقا للقانون الدولي سواء من لجنة حقوق الإنسان وكل المقررين للأمم المتحدة، سواء مقرر الأمم المتحدة حول استقلالية القضاء والمحاماة، مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب إلى آخره، يرفضون رفضا أن تكون المحاكم العسكرية تختص في محاكمة الانتهاكات حقوق الإنسان الذي يكون فيها الضحايا مدنيين. يعني المحاكمة العسكرية في العالم ترفض أن تنظر على يكون مدني، سواء كان المدني متهما أو يكون ضحية. وهذا نظرا، هذا كل التقارير نظرا خاصة جاءت بناء على ما وقع في أمريكا اللاتينية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وأن انتهكت عندما كانت الدكتاتوريات، كانت تنتهك هذه الحقوق الإنسان والتعذيب من قبل العسكر والأجهزة المخابرات العسكرية، وكان العالم يضغط على هذه الأنظمة، وبالتالي إسكات محاولة إسكات هذه الضغوطات الدولية يحيلها إلى المحاكم العسكرية، نظرا لأن المتورطين أو المشتبه في تورطهم هم عسكريين، ولكن يؤدي إلى تجسيد الإفلات من العقوبة. في بعض الأحيان هناك براءة، ثانيا أنه في بعض الأحيان أحكام يعني لا معنى لها، خفيفة أصلا، يعني متجاوز ربما بعض الأسابيع إلى آخره، أدى إلى المجتمع الدولي أن يضع حد ويفصل في هذه المسألة. قضية محاكمة أو الاختصاص، تعرف القضاء العسكري لا يوجد هناك ما يسمى بالطرف المدني، فالضحية في أمام المحاكم العسكرية في الجزائر يصبح دور تاعه شاهد، يعني يروي فقط القصة تاعه، يجيب على الأسئلة سواء كانت أسئلة النيابة أو رئيس المحكمة أو الدفاع، لا عندوش دور مثلا كالطرف المدني الضحية في على مستوى القضاء العالي، وين يصبح الضحية فاعل أساسي يلعب دور كبير، لأن يعني القانون يسمح له الطريق محامي إلى آخره في الإجراءات، يقدر يطلب سماع شاهد فلاني، يقدر يطلب مثلا المواجهة لا كونفرونتاسيون بينه وبين مشتبه آخر أو متهم آخر، يقدر عن طريق محامي يطلب تعيين خبير أو خبرة أو حضور بعض الوثائق قد تساعد على إظهار الحقيقة. إذن هذا موجود في على مستوى القضاء المدني، وبالتالي الضحية تلعب دور. أما أمام القضاء العسكري يصبح وحيد، ويمكن نتكلم على المخاطر النفسية اللي هم حضروا عليها كل العلماء، من أنه الشخص الذي مثلا عذب من قبل عسكريين ربما ببدلتهم العسكرية، أن تديه إلى مكان قاعة جلسة ويشوف نفس اللباس، هذا يؤدي إلى مخاطر نفسية، بالإضافة إلى لأنه راح يكون في ظرف صعيب. هو رواية، وحنا تكلمنا على الصدمة، على الروتروماتيزاسيون جمال هاري سيديريس. دونك كل هناك عوامل أنه يفترض أن نطالب أنه يبقى القضاء المدني هو المختص في محاكمة هذه الجلادين. طيب، يبقى معنا سفيان شويطر. أعود إليك أستاذ محمد كرمة، مثلما أشرت وأشار سفيان شويطر أنه كانت هناك شكوى حول ما تعرض له وليد نقيش، ولكن كان الأمر يحتاج إلى تفجر هذه الفضيحة وشجاعة هذا الشاب لكي تنكشف هذه وتتفجر هذه الفضيحة. هل هذا البعد الفضائحي إن صح التعبير والذي أعطى تلك الصورة المفجعة عما تعرض له هذا الشاب هو الذي دفع إلى هذا التحقيق؟ ولكن هل هذا التحقيق فعلا سيوفر الآن عندما نقل إلى المحكمة العسكرية تلك الشفافية ويحقق العدالة التي يسعى لها الجميع؟ أعتقد أنه فعلا شجاعة وليد نقيش هزمت يعني هذه السلوكات المشينة.
أعتقد أيضا أن موضوع التعذيب الذي ظل إلى وقت طويل أحد الطابوهات التي لا يجب ولا يمكن ولا يتجرأ أحد أن يتحدث عنها في العلن. تصريحات وليد نقيش شجاعته يعني كسرت هذه الطابوهات وجعلت الرأي العام العالمي يعني ينتفض، وجعلت الجزائريون يعني ينتفضون يطرحون السؤال إلى متى تبقى هذه الممارسات موجودة في دولة تدعي الديمقراطية وتدعي الحقوق والحريات في دستورها المكتوب. الشيء الذي أردت أن أقوله أيضا في هذا الموضوع هو أن وليد نقيش لم يكن فقط يعني شجاعا، وإنما يعني جعل من هذه القضية تطفو إلى السطح، وجعلها يعني من صح إن صح التعبير تكون يعني محط أنظار ومحط بحث حتى من طرف يعني منظمات حقوقية عالمية. نعرف بأن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة عالمية تشترك فيها كل البشر. إذا تعرض شخص للتعذيب في الجزائر فذلك يعني بأن كل البشرية قد تتضرر من هذا العمل. عندما نتكلم عن إحالة هذا الملف إلى القضاء العسكري في الجزائر، القضاء المدني، القضاة الجزائريون المدنيون خرجوا ورفعوا لافتات يطالبون باستقلالية القضاء، والقضاة رفعوا شعارات نريد عدالة حرة ومستقلة. إذن فما بالك بجهاز القضاء العسكري الذي لا نعتقد بتاتا أن المسألة ستعالج بموضوعية وباحترافية، إضافة إلى ما ورد على لسان ضيفك الكريم من كندا. يعني أهم المعوقات التي قد يواجهها الطرف المدني، الطرف المضرور أمام هذا الجهاز الذي سيمثل أمامه شاهدا، لا يتمتع بتلك الحقوق، لا يمكن أن تضمن له محاكمة عادلة، في حين أن المسألة خطيرة وخطيرة جدا. صدقني أخي جمال، لم أشعر بتجاوب الجزائريين مع مسألة حقوقية كما يعني رأيتهم يتجاوبون، وشعرت بهذا التجاوب الكبير في الشارع الجزائري مع قضية وليد نقيش. يعني الشعب الجزائري تأثر كثيرا بما وقع يعني، والتساؤلات يعني كبيرة حول فظاعة هذه الأفعال. يعني كيف سيعيش وليد نقيش مستقبله؟ كيف يعني سيكمل حياته بهذه يعني الأضرار النفسية، وكيف يعني سيدمج او يتم إدماجه في مجتمع نعرف المجتمع طبيعة المجتمع الجزائري كيف يتعامل مع مثل هكذا قضايا. إذن أعتقد بأن الموضوع يستحق أكثر من أن يعالج من طرف القضاء العسكري. الموضوع يحتاج يعني تحقيق عميق، تحقيق تقوم به جهات محايدة ونزيهة، وأن تأخذ الأمر بجدية وبموضوعية، لأن المسألة ليست بالهينة، موضوع خطير جدا، وموضوع يجب أن تكسر بشأنه كافة الطابوهات من أجل عدم تعرض آخرين لمثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. طيب، ومثل ما أشرت الجزائريون صدموا بما اكتشفوه، بما ذكره مثلا المحامي عبد الغني بادي عن ما تعرض له هذا الشاب، الذي إلى درجة أننا نخجل إلى ما تعرض له، لذكر ما تعرض له من اعتداء أثار الكثير من الغضب، وقدم صورة مؤسفة حتى عن الجزائر واستمرار مثل هذا التعذيب، في مقابل طبعا تاريخ كبير من مثل هذه الممارسات تعرض لها الكثير في الجزائر، وتحدث عنها مثلا أيضا المحامي الأستاذ بوشاشي، وجدل كبير واسع حول هذا الموضوع، ودروس كذلك ما تعرض له هذا الشاب الذي فجر بشجاعته هذه الفضيحة. وكثيرون يقولون أن ما خفي أعظم، ودروس هذه
الممارسات يجب أن تعود إلى الواجهة وأن تتوقف هذه الممارسات إلى الأبد. وصف بدقة في شكواه ما هي الأفعال التي تعرض لها من تعريته إلى رمي الماء الوسخ عليه ثم اغتصابه عن طريق ما يسمى منشبر. يعني هذه الأشياء وضعتها الزميلة في شكواها منذ جويلية. اليوم نسمع السلطات تقول نفتح تحقيق. لماذا نفتحش تحقيق؟ الاتفاقية المادة 12 من الاتفاقية تقول لك بصفة سريعة ونزيعة تفتح تحقيق. يقول لك النظر في هذه الانتهاكات يكون في كذلك بطريقة سريعة، يعني لأن الأمر هذا ما راهوش أمر هين. تحت آثار التعذيب، والبعض ربما من ضمن الناس المفقودين، ولكن دائما العائلات وحتى الأشخاص عندما يقدمون للعدالة الأغلبية يقول لك أستاذنا ما دير لي الشكوى أنا نخاف. أستاذ سفيان شويطر، يعني بعد الكشف عن ما تعرض له وليد نقيش، يعني مشهد مؤسف، يعني حتى عن صورة الجزائر، يعني ما تعرض له هذا الشاب وممارسات طبعا منذ الاستقلال، حتى يعني أن يقوم جزائري بما قام به مثلا هؤلاء ضد نقيش، يعني صورة مؤسفة وبائسة. هادو احفاد اوساريس في حقيقه الامر، يعني تعتقد ان الشهيد الله يرحمه بن مهيدي على سبيل المثال كان يعتقد انه احفاده يكونوا هادو بهذا يتعرض لهذا التعذيب؟ ربما كان يحتمل انه في خلافات سياسيه، لانه ربما انه الاستقلال اصعب من معركه التحرير، ولكن انا شخصيا ربما انا اشك انه كان يعتقد انه جزائر الاستقلال انه جزائري يقوم في نفس الافعال اللي دارها ماسي ودارها اوساراس الى اخره، رغم انهم هادو داروها في هي جريمه ومرفوضه، ولكن ربما داروها لاشخاص ليس من مواطنيهم، يعتبرهم انه يكون جزائري يرتكب هذه البشاعه هذه الوحشيه سي تانك دو بارباري. ولكن في الحقيقة الأمر لابد من، وحنا تكلمنا عليها الحمد لله، ولكن للأسف مانيش عارف، ولكن هذه تكلمنا عليها من قناة المغاربية يعني سنوات على قضية الإفلات من العقاب، وكنا نحذر أن الإفلات من العقاب يا جماعة أي ما هيش قضية تصفية حسابات أو الانتقام، وإنما أن الجرائم الماضي لا نبقى نغطيها بالإفلات من العقاب ستشجع هذا الإجرام، وهذا ما وقع، فأن الجلاد أو عون من أعوان، وأنا لا جو جينيراليست يعني ما نجمعش أو أعمم على كل أعوان الدولة أنهم يرتكبوا هذه الجرائم، ولكن في هناك فئة عندما يحسوا بالأمان أنهم يرتكبوا هذه الجرائم باسم الدولة باسم لا ريزون ديتا الى اخره، ولكن لا يتم محاسبتهم ستشجع مواصله على ارتكاب هذه الجرائم. اذا وضع حد حقيقه الافلات من العقاب هو الذي يضع حد لهذه المساس بين الحرمه الجسديه والمعنيه للمواطنين، بالاضافه وغير كافي لابد من اعاده النظر حتى في التشريعات، يعني ان التعذيب وكيفاش يقع التعذيب؟ التعذيب يقع في مرحلة يسمى بالاعتقال أو الحجز السري. وليد ناخذ لأن الموضوع متعلق بوليد نقيش، 6 أيام لا يمكن أن يتصل بالعائلة تاعو، لا يمكن له أن يكون معاه حضور المحامين، لأن وهذا لازم نأكد عليها ضرورة، يعني لابد من التشريعات من قانون الإجراءات الجزائية أن يتصبح حضور المحامي في مراحل الاستنطاق الأولي عند الأجهزة الأمنية بمختلف الأسلاك تاعها يصبح ضروري وإجباري قانونا
وعدم احترام هذا الحق يؤدي إلى بطلان إجراءات المتابعة. اللي عنده الإمكانيات ديال المحامي، اللي ما عندوش يتم ما يسمى بتعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية. هكذا موجود في العالم. هذا اللي يخلي أولا يخلي تصبح نوع من الشفافية، لأن يعني بوجود محامي أو المحامي لديه تكوين قانوني يقدر يبلغ إذا شاف أنه تعرضت حقوقه لأي انتهاك، راح يبلغ ويتخذ الإجراءات القانونية لحمايته إلى آخره. إذا كان محتاج إلى معاينة طبية سيتخذ الإجراءات. إذن هذا أقول لك على الأقل، أقول لك على الأقل المرحلة لابد أن، وأنا أتمنى الأحزاب السياسية، لأن الأحزاب السياسية هذا دور تاعها، أنها تقترح بشكل يعني بشكل بقوة، يعني ما هوش لمعركة، أن لابد يكون هذا المشتبه أمام الضبطية القضائية أن يكون معاه الدفاع. طيب، يبقى معنا سفيان شويطر لو سمحت، انضم إلينا في النقاش. دكتور عبد العالي رزاقي الباحث الأكاديمي. أستاذ عبد العالي رزاقي، كيف تقرأ بعد هذه الفضيحة؟ ليس هناك أي تعبير آخر لما تعرض له هذا الطالب وليد نقيش لستة أيام منذ أشهر، ومحاموه تقدموا بشكوى حول ما تعرض له من اعتداء ومن تهذيب ومن اغتصاب بطريقة بشعة ومقززة. لو كانت المشكلة مرتبطة بشخص يمكن نحل المشكلة، يمكن فتح التحقيق، لكن مرتبط بمنطقات كثيرة في أغلب الأماكن الشرطة. يفتح مثلا التحقيق حول الذين لا يفيدون القادة الجزائرية في هذا المراكز. طيب دكتور عبد العالي رزاقي، للأسف الخط رديء، لا نسمعك، هناك رداءة في الخط، سيحاول الزملاء ربما العودة إليك. سفيان شويطر، ولكن ما تقوله هذه الممارسات، هي ممارسات وليد نقيش وممارسات مثل ما كنا نسمع يعني حتى في التسعينات منذ الاستقلال، يعني مثل هذه الممارسات، ماذا تقول عن منظومة؟ ما الذي يدفع جزائري أن يقوم بما قام به ضد شاب جزائري؟ يعني في النهاية برغم كل التسويقات والاتهامات التي وجهت له، في النهاية تظهر كلها أكاذيب وتسقط ويخرج بحكم لا علاقة له بالاتهامات التي تم ترويج لها واستنفار أذرع إعلامية لتشويه هذا الشاب. كل الدراسات العلمية حول هذه الجرائم، سواء الإبادة الجماعية الأخير، تبدأ بمسار، بداية المسار ما يسمى بمسار نزع الأنسنة، لا ديزامينيزاسيون، ان بروباغاند، حملة تاع دعاية تخلي عند هذا العون في الدولة أن يصبح يرى هذاك ذلك الشخص، ما تستعمل مصطلح الخاين، تسمح مصطلحات على الأقل المصطلحات الحديثة، يعني ما تكلملكش على أعداء الثورة اللي كانوا يستعملوا استعملت لا بروباغاند في الستينات ضد المعارضين اليساريين أعداء الجزائر وأعداء الثورة إلى آخره. هذه الحملة تستعملها الخطابات، سواء من مسؤولين عسكريين أمنيين سياسيين كما سمعنا حتى في مجلة الجيش، يعني تستعمل بعض المصطلحات إلى آخره، والوجه ما يسمى بالخطر الوهمي، أنه يعني محتاجين بوجود هناك الخطر. هذا سيتا كونديسيونمون، هذا إعادة تحضير ذلك العون الأمن على أساس أنه حقيقة الدولة في خطر، ويرى يعود يرى هذا الشخص أنه هذا مش عارف كيف شيء. ولكن ألا تبدو مفارقة أنه ولا تعلم للدروس؟ يعني في الفترة التي تم تعذيب فيها هذا الشاب، كان من رئيس هذا الأمن الداخلي هو وسيري بوعزة. وسيري بوعزة الآن في السجن باتهامات خطيرة، ويقال أنه تعرض للاستنتاق في نفس المركز وبنفس الطريقة. أليست هناك دروس المفروض أن تتعلم ونحن في 2020 و2021، يعني وثورة شعبية سلمية تريد تغييرا في الجزائر؟ والله للأسف أرجع للأرشيف تاع المغاربية، وفي الحصة معاك في قضية محاكمة جنرال حسان، في حصة معاك بالضبط، معاك أنت جمال،
وعلى كانت هناك رسالة، أعتقد رسالة منسوبة إلى منشورة إلى جنرال توفيق، وعلى خالد نزار تصريحات على أنه هناك ظلم في المحاكمة العسكرية إلى آخره. وتكلمت وقلت باللي أن دولة القانون ماهوش لوكس، وهي ضرورة ملحة تحمي الضعيف وتحميهم هما. وانتهز أنا ذاك، وترجع الأرشيف موجود في القناة المغاربية، أن نقولوا باللي أنا ذاك يعني مازال نشفي عليه، أعتقد سعيد بوتفليقة إلى آخره في تلك المرحلة. يا جماعة ما دام لكم فرصة ابنوا دولة القانون، لأن دولة القانون راح تحميكم غدا. ولكن للأسف لأن عندهم واحد لو كونديسيونمون، حتى احنا كي نتناقشوا ولا نتكلموا في قناة المغاربية سابقا أو قناة الأوراس أو كذا، يشوفوا فينا كأننا أعداء. ولكن هم وقعوا، هم وقعوا في الظلم، هم وقعوا في شوف أنا هذا القمع، آلة القمع صراحة زمان أنا شبهها كيما الوحش، سي تان مونستر، ويتغدى بالسكوت بلا كومبليسيتي بالتواطؤ، ويتغدى بانه الناس في السلطه كانوا يعتقدوا انه في السلطه خلاص انهم عمرهم ما يكونوا ضعفاء وعمرهم ما تطيح بهم الى اخره، يغدون ويصبح هذه الاله تصبح خطرا على الجميع، ليس فقط على المواطن العادي، بل تصبح خطرا عليهم هم نفسهم. ولكن للاسف لا يريدون التعلم ويدفعون الثمن في الحقيقة الأمر. أعتقد أن هذه مأساة ولد نقيش، هي فرصة للجميع، أقول للجميع. أنا نضع حد ليس فقط معاقبة الأشخاص بغض النظر كيف تتم، ولكن لابد من إعادة النظر في المنظومة القانونية الشرعية والسياسية التي يفترض أنها أولاً وقبل كل شيء هي تحمي الحقوق والحريات. طيب يبقى معنا سفيان شويطر لو سمحت، عاد إلينا الدكتور عبد العالي رزاقي. تفضل دكتور عبد العالي رزاقي، أرجو أن الخط يكون أوضح هذه المرة. إن شاء الله وأتمنى ذلك. إنما أريد أن أطرح سؤال جوهري، أي من الجهة التي ستقوم التحقيق؟ إذا لم تفتح وزارة الدفاع تحقيق، فلا معنى للتحقيق، لأن المسألة مرتبطة بجهة أمنية، ولهذا التحقيق يجب أن يكون على مستوى آخر، وهذا لن يحدث، وبالتالي ستكون هذه ما يسمى بالتحقيقات كبقية التحقيقات التي ظهرت واختفت. ولهذا يفترض من الطلب أن يتحرك، لأن هذا مس كرامة الطالب في الجزائر، ومثل ما تمست كرامة الطالبة التي توفيت بسبب غياب العناية الصحية بالمؤسسة داخل الأحياء الجامعية. وهي طيب سنعود إلى هذا الموضوع أستاذ عبد العالي الرزاقي في جزئنا الأخير، ولكن الآن تم تكليف القضاء العسكري بالتحقيق في هذا في قضية ما تعرض له وليد نقيش. طبعا هل سيكون هذا فعلا ربما آخر فصل من فصول هذا التعذيب المستمر وما تعرض له هذا الشاب الذي كثيرون يقولون لولا شجاعته برغم كل ما تعرض له لما عرف الجزائريون ولما تفجرت هذه الفضيحة وفضائح أخرى ظلت طبعا طي النسيان كل هذه السنوات؟ أولا أريد أن أشير إلى نقطة ربما أقولها لأول مرة. أنا تم استنطاقي في وزارة الدفاع مرتين، مرة في 2004 ومرة في 93، ولا أريد أن أتحدث عن الكلمات والمفردات. وبالتالي في النوع من الإساءة إلى الذي يتم استنطاقه موجود في كل المؤسسات، ولا يمكن أن نستثني المؤسسة معينة عن المؤسسات الأخرى. هذه نقطة أساسية. وإذا أردت لهذه المؤسسة العسكرية أن تفتح تحقيق، أنا في تقديري تروح المحاضر، لأن الكلام مكتوب في المحاضر، تروح المحاضر فقط، لأن المواطن يكتب، المواطن يدلي برأيه لا يوقع حاجة إلا موجودة في المحضر، اللهم إذا كان محضر مزيف. نقطة أخرى، أن هناك وضع الآن، هناك خطة محددة من طرف جهات أمنية، وهو إذلال المواطن
وحتى لا ينزل إلى الشارع ضد هذا النظام القائم. وهذا يحدث، نلاحظ مثلا أنا سمعت واحد من أذناب هذه العصابة أو هذا المجموعة الأمنية يشتم فيها في موقع مباشر، يشتم فيها بدون، لم أتحدث عن اسمه ولا أعرفه شخصيا، وأسمع كثير من الأشياء يتكلموا. ولهذا هناك نوع من الحملة، حملة أولا على مواقع التواصل تقوم بها أطراف تابعين للأمن ويتقاضون رواتب من السفارات الجزائرية مع الأسف الشديد. يفترض أن هذه نطالب بها ونحتج أمام السفارات، أنتم في الخارج يفترض. هو في المقابل بالعكس بالحمر يقول من الخارج أنه المخزن يجند لمهاجمة الجزائر، واليوم شنين كذلك يتحدث عن خطر مواقع التواصل، وزير شؤون الدين وتدخل في قضايا المواقع شبكات التواصل، وأن هناك من يدفع لهم لمهاجمة الجزائر ولا يعرف حتى ربما طبيعة عمل فيسبوك نفسه. أنا أعتقد أن مثل هذا الكلام يسيء إلى السلطات الجزائرية، يسيء كثيرا السلطات الجزائرية، لأن لا يعقل أنا في الجزائر أتحدث يمول فيها المغرب ولا أي واحد من الأشخاص. هم مشكلتهم مع أسماء عندها إقبال كبير، وسمحني أذكرها بدون حرج، مشكلتهم مع أمير زيزاد مقلقهم، مستعدين يدفعوا أي ثمن، وكلهم موجهين ضد هذا. مشكلة مع العربي زيتوت، مشكلتهم مع أسماء كثيرة مثل الموجودين. ولكن هل ما مشكلة نظام أو منظومة مع شاب خارج للتظاهر سلميا يتعرض إلى ما تعرض له وتلفق له تهم وتستنفر أذرع إعلامية بقت تدافع على رواية السلطة بالماك، ورغم أن الشاب تم تبرئته من تلك التهم الخطيرة التي اتضح أنها كلها أكاذيب قبل أن يفجر تلك الفضيحة وما تعرض له؟ خليني نكون واضح جدا في الأمور هذه، لا يوجد تهمة واحدة لفرحة مهني. جيبوا لي واحد وثيقة تدين فرحات مهني وهو ذهب إلى إسرائيل ومدير حكومة في الخارج، دائما يتحدث مع فرحات مهني ويتحدث مع أي واحد لا معنى. ولهذا عندما يتحججون بالاتصال بالخارج هذا كلام نوع من الاستخفاف بالرأي العام والاستخفاف بالمواطنين. هذا طالب من حقه أن يتصل أن يتحدث، لو كنا نملك حرية كان فرحات مهني وأقولها وأسبق قلتها في البلاد حرفيا، ما أقوله الآن قلته في البلاد حرفيا عندما كان هناك مجال للتعبير، قلت بالحرف الواحد لو أن هناك حرية تعبير في الجزائر لا يمكن لفرحات مهني أن يتحدث خارج الجزائر، يدخل هنا ويطالب بالحكم الذاتي. ما هي المشكلة؟ إذن المشكلة في السلطة القائمة، المشكلة في الكذب وصناعة الكذب. واسمح لي بها نقول لك، هؤلاء لو كانت حرية تعبير في الجزائر أنا نتحدث معاك ولا نتحدث مع دول أخرى، لماذا؟ ممكن أبدي رأيي فيما يتعلق بقضايا ذات شأن ربما لدراية بها، هذا جانب قانوني يفترض أن رجل القانون آخر، ولكن هؤلاء يخافون. طيب في اعتقادك الآن دكتور عبد العالي الرزاقي، مع هذه الفضيحة التي دوت حتى عالميا، هل ستكون هناك ما لها بعد ذلك الآن، خاصة مع دعوات إلى استئناف الحراك، الذكرى الثانية للحراك الشعبي، وهذه الصورة التي تحاول السلطة تقديمها أنها تجري تحقيقا حول تجاوزات ما تعرض له هذا الشاب؟ المشكلة أنه ليست في التحقيق، وأنا أتحدث بكل صراحة، هناك مشكلة في السلطة الجزائرية في النظام الجزائري، لا يوجد، لا يحترم نفسه، لا يحترم الدولة. لو أننا نحن في نظام يحترم الدولة، هذه إهانة للدولة، لأنها في كل العالم يتحدثون عن هذه إهانة. أنت شاب يقرأ في الجامعة أو شابة تموت في حي جامعي،
سمحوا لي بها نقول لك نحن نعيش في وضع مزري، ولهذا الخلاص في الحراك. لماذا الحراك؟ وهم يريدون من هذه الأمل كلها توقيف أو نوع من تخويف الآخرين وتهديدهم بأن الحراك سيجلب لهم المتاعب. هذه الحقيقة التي نعرفها، ولا نفاجئ أياما قريبة اليوم 22 لا نفاجئ بأن نجد كل الأحياء الجميع في نشاط ثقافي ونشاط فكري ونشاط ويمكن شعر وعرض أفلام وكذا يمكن. ولهذا هم مشكلتهم مع الحراك، مشكلتهم مع التغيير، هم جاءوا عن طريق لا شرعية وهم يريدون أن يبقوا. يفترض أنه الجزائر أن تفكر في المستقبل. هؤلاء الذين جاءوا وبرأتهم العدالة، يعقل أن رئيس دولة وهو اليمين زروار ربما يسمعني الآن، يعقل هذه شهادة لا قيمة لها أمام العدالة؟ طيب، ولكن هل تعلم هؤلاء الدروس دكتور عبد العلي الرزاقي، هذا التعذيب وما تعرض له هذا الشاب وسيري بوعزة الذي كان يشرف على هذا الجهاز والآن في السجن، وكثيرون قبله توفيق وجد نفسه في السجن. أليس الدنيا دوارة؟ أليس هناك دروس يتم تعلمها؟ وأنه الأفضل حتى لكي يتجنب هؤلاء أنه في النهاية الدائرة قد تدور على الظالم، يعني الدنيا دالات أليس كذلك؟ أليس الأفضل أن يكون هناك نظام يتم منع فيه هذه الممارسات، خاصة هذه الممارسات البائدة؟ نحن في 2021. ما يؤسف له أن هذا النظام أو رجال النظام أو رجال الأمن لا يفكرون في عائلاتهم وأفراد وأبنائهم إذا كان لهم أبناء. هؤلاء يجب أن يدركوا ويجب أن نضعوا بأن هناك أطفالهم لا يستطيع واحد منهم ينزل للشارع. أنا أتحدى واحد من هؤلاء الوزراء الذين يتحدثون ينزل للشارع واحد بدون 10 سيارات خلفه. إذن نحن ما دام واسمح لي أن كل صباح نروح ندرس في الجامعة، يلفت نظري أنه حتى طرق اللي يمشي فيها الآن المفروض تمشي فيها السيارات الرسمية للدولة تغيرت، كانت في اليمين ولا في اليسار. طيب، يبقى معنا دكتور عبد العلي الرزاقي لو سمحت. عبد النور رايد سعيد طالب والناشط في الحراك ينضم إلينا. عبد النور رايد سعيد، غضب كبير أيضا في أوساط الطلبة لما تعرض له هذا الطالب في النهاية، وليد نقيش والحراكي كذلك. السلام عليكم. السلام. ونشكركم على الاستضافة. تحية وإجابة لشهدائنا الأبرار، الحرية لجميع معتقلي الرأي. نعم، هنالك سخط كبير بين في أوسط الطلبة وفي أوسط الحراكيين وشعب الجزائر بصفة عامة لما تعرض له طالب وليد نقيش. وليد نقيش طالب خرج فقط لكي يعبر عن رأيه، للأسف الشديد عذب واغتصب في سكنات المخابرات وفي مراكز الأمن. هذا أمر غير مقبول تماما، يعني أن وأن ننحي عنه صفة الطالب. هذا إنسان، إن ارتكب جرم أو إن ارتكب خطأ يجب أن يعامل وفق القانون. ووليد نقيش مجرد طالب خرج عبر عن حقه فعذب ووجهت له عدة تهم، حتى أن وكيل جمهورية طالب في حقه المؤبد. هل يعقل هذا أنه طالب خرج مسيرة يطالب بحقه ويطالب يندد بالظلم والحقرة في وطنه ويطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية أن يعذب ويغتصب ويطالب في حقه السجن المؤبد؟ هذا أمر غير مقبول سواء كان طالب أم لم يكن طالب. هذا إنسان ومواطن جزائري يريد فقط أن ينال حقه في بلاد. عبد النور، في طبعا أنت كذلك اعتقلت، وكما اعتقل العديد من الطلبة الذين كانوا يخرجون كل ثلاثة. هل ما تعرض له هذا الطالب درس الآن، وفي اعتقادك أنه سيضع حدا لمثل هذه الممارسات وحتى متابعة والتضييق على الطلبة، خاصة مع اقتراب الذكرى الثانية للحراك؟ لنكن واضحين أن هذا النظام الفاسد والنظام الذي
الذي يقوم يحاول منذ 22 فبراير 2019 في تكسير الحراك. منذ 26 فبراير 2019 وهي ذكرى خروج طالب الجزائريين دعما لحراك شعبي وهم يحاولون إفشال طالبة. وليد مكيش لن يكون الأخير، وليد مكيش لن يكون الأخير، لأن هذا النظام يخاف من ثورة الطلاب، يخاف من ثورة الطلاب، لأن هذا الطلاب الذين خرجوا في فيفري 2019 هم خرجوا بنفس عزيمة الطلاب في 19 مايو 56، خرجوا بنفس عزيمة الطلاب في 1980 ونفس عزيمة الطلاب في 1988 و 2001. يعني هذا النظام يريد تكسير الجامعة الجزائرية ويريد تكسير الطالب الجزائري كما فعلوا في عهد بوتفليقة، ونحن نعلم أن عهد بوتفليقة مستمر لكن بأوجه جديدة فقط. يريدون تكسير الجامعة بعدما قاموا بعزلها عن المجتمع، قاموا بعزل الجامعة عن المجتمع لمدة أكثر من 20 سنة، لكن عندما تحرر الطالب الجزائري من تلك القيود في الحراك الشعبي وبرهن للشعب الجزائري والعالم بأسره بأن هذا الطالب سيأخذ حقه بيده، سيتحكم بزمام الأمور في تقرير مصيره، يريدون تكسيره سواء بطرق الطرق التي لطالما عاهدها النظام الوهية الاعتقالات التعسفية القمع التعذيب وصلت إلى حد الاختصام مثلما حدث للأخ وليد مكيش، أم بتكسيره بيداغوجيا يعني في الجامعات. نرى إخوتنا ينامون في معتقلات أشبه بمعتقلات مثل معتقل غوانتانامو وليست إقامات جامعية. طيب سنعود إلى هذا الموضوع وتبقى معنا. أشرت إلى ضرب الحراك، يعني قضية وليد مكيش كثيرون قالوا بأنه كذلك كانت ضمن بروباغندا ضرب الحراك، وأنذاك اشتعلت قبل أشهر عندما تم اعتقاله، قبل أكثر من سنة اشتعلت العواجل في قنوات السلطة عن مخطط لضرب الحراك وربط هذا الطالب بالماك، ثم في المحاكمة محاولة تلبيسه تهمة التحريض على حمل السلاح وأيضا الماك والأطراف الأجنبية، اتضح أنها كلها كذب ليحكم عليه 6 أشهر، هو الذي قضى 14 شهرا في السجن. نعم، لطالما هذا النظام يلعب على أوتار، للأسف تلك أوتار فسدت ولم تستطيع أن تخرج لحنا مثل ما كانت تخرجه في سنوات التسعينات. لا زالوا يحاولون أن يعزفوا على تلك الأوتار، هذه الأوتار فسدت ولم تخلخ لهذا الشعب، لن تعيد نفس السيناريو. هذا الشعب فهم ألاعيبك وفهم يعني هذا الكلام الفارغ، الماك ومحاولة تقسيم والقبائل حبوا يقسموا البلاد، وأنتم تريدون ضرب استقلال الوطن والأيادي الخارجية. وليد مكيش مجرد طالب جزائري خرج في إطار الحراك الشعبي من أجل دولة الحق والقانون. إن أنتم تتكلمون عن الماك وتتكلمون عن مخطط لضرب استقرار البلاد، لماذا هنالك نشطاء للماك في الخارج وهم يقومون بمحاولة ضرب استقرار البلاد عن طريق عدة أمور وأنتم لا تتابعونهم قضائيا؟ لكن هنالك طالب فقط، مجرد طالب جامعي خرج ونددوا بالحجرة والظلم باسم الجزائر حرة ديمقراطية والجزائر موحدة، تقومون بإلساق له تهما لا أساس لها من الصحة. وليس فقط وليد مكيش، عدة معتقلين لفقت لهم عدة تهم لا أساس لها من الصحة. ابقى معنا عبد النور أيت سعيد طالبة. لو تكرمت ابقى معنا أستاذ سفيان شويتر في الأخير، يعني هل هذه الفضيحة ستضع حدا الآن لمثل هذه الممارسات؟ وطبعا أجواء ذكرى ثانية لهذا الحراك الشعبي الذي خرج يريد تغييرا حقيقيا في مقابل السلطة ما زالت تصر على محاولة البقاء وشيطنة وتضييق على هذا الحراك. أشوف أنا شخصيا أعتقد هي فرصة لكل المجتمع المدني، للشخصيات، المثقفين، الأحزاب السياسية، يعني شكلوا الإعلاميين كجبهة، يعني كجبهة لوضع حد بصراحة بشكل أنا
خليني بلاش ربما الكلام تاعي ما يعجبش الناس، ولكن انا نتذكر جمال وتتذكرها جيدا. في اكتوبر 88 وقعت الجرائم التعذيب، ووقعت حتى لجنه مراهد الكوميتي كونتر لا تورتور، هناك مثقفين الى اخره، ولعبت دور كبير في توثيق الانتهاكات وفضح وكذا الى اخره، ولكن بعدها مباشره بعد الانقلاب تاع جون 92 غلقت فمها. اتمنى لا يتكرر الانتقائيه. وانا عجبتني الكلام تاع شيطنه الاشخاص سواء من الماك. الماك مانيش متفق مع الموج، ولكن انا تلاقيت مع الناس تاع الماك والله قصرا من الناحيه الشخصيه الانسانيه، يعني العلاقات الانسانيه والله من اطيب ناس. يعني انا الثلاثه اللي تلاقيت معاهم وقدرت نحكي معاهم من منطقه القبائل وينتمون لهذه الحركه مانيش متفق اصلا، وهذا حقهم هما وجهه نظرهم وانا عندي وجهه نظري، ولكن من ناحيه العلاقه الانسانيه والله من شهاده حتى الناس لا يعجبهمش الحال، ولكن هذه حقيقه من كذب الناس، ولكن والله العلاقه الانسانيه من اطيب الناس. ما كاش عدو، يا با دين مي، لازم الناس تفهم في الجزائر عندنا خلافات، ربما عندنا خلافات، نقدر نكون خلاف مثلا مع الاستاذ، ما عنديش خلاف مثلا مع الاستاذ رزاقي، يمكن هناك خلافات تاع التصور في تسيير الجزائر الى اخره، ولكن هو عمره ما يكون عدوي وانا عمري ما نكون عدو. يعني هل المصطلح تاع العدو، وهذا في الحقيقه المصطلح اللي استعملته منيح تاع شيطنه، هل البروباغاندا، هذه البروباغاندا تاع شيطنه اشخاص فلان وفلان وفلان او تيار وتيار، وشفنا حتى في التسعينات كان واحد الكتاب داروه مانيش عارف رشيد ميموني او بوجدره، مانيش عارف التيتا تاعو، بالك انت تعرف منيح احسن مني، لو فيس فيس دو لايان، حتى الناس بالك ربما كتاب رشيد بوجدره لو فيس دو لايان فيز العين الحاجة مثلا يستعمل مانيش ولا واحد ولا واحد اخر المصطلح وهذه سي كونتونسيونمون تو بريبار، يعني تنظم نفسيه الاشخاص كيفاش كما كنت نقول لا ديزامونيزاسيون، تحلوا النزعه تاع الانسان وبالتالي يصبح حلال تفعل فيه كامل الحاجة. يستعمل ليرا، كان في الكتاب يستعمل جماعه تاع مثلا تاع الفيس، كان يستعمل مصطلح بلي سيدي في ايران سيدي راه فرونسي استعملهم هذه. طيب وهذا ربما يطرح موضوع نخبه، موقف النخبه، طبعا كان هناك من غض الطرف نخبه لاسباب ايديولوجيه ما تعرض له الاسلاميون مثلا، وربما تتفجر الان مع محاولات ضرب الحراك هذه القضيه فزعت الايديولوجيا والاسلاميين وبعبع الاسلاميين، فيما السلطة تلعب على كل الأوتار، على الماك، على الراية الأمازيغية، والآن تلعب على الإسلاميين لضرب الحراك، وينخرط قطاع سواء الذين مشوا مع السلطة من مزاعم الباديسية النوفمبرية الآن إلى مزاعم بعبع الإسلاميين، فيما السلطة تريد البقاء وترفض ما يريده الجزائريون من تغيير بعد ثورة شعبية تستعد لذكرها الثانية. لا شوف 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 هذه الامور، انا كنت اتهمت باني اسلاميين لانه دافعنا عن الاسلاميين، والان متهم ان اتلاقى رسائل يسموني بلي زوافي، يعني حتى واحد رجع قلت له انا ماني زوافي، وانما نضحك انا من الهنود الحمر هنا في كندا، يعني ماني زوافي من الهنود الحمر، يعني هذا المستوى الحاد في حقيقه الامر. النظام اصبح خطرا، يعني صراحه ماذا نحتاج من أدلة؟ ماذا نحتاج من أدلة لإثبات بلي أن هذا النظام، هذه المنظومة كامل بهذه الذهنية بالعقلية بوسائلها، هذا الوحش المونستر، هذا خطرا على أبنائنا، أصبحوا أبنائنا يفعلون فيهم بهذه الطريقة. أين هو الأمان؟ يعني أين هو الأمان من الحرمة الجسدية؟ يعني هل استقلال؟ صراحة نطرح التساؤل، هل أباؤنا وأجدادنا ضحوا مليون ونصف شهيد لكي أبناؤنا يفعلوا فيهم بهذه الطريقة؟ هذا هو الاستقلال؟ لا الكلام هذا هو الكلام. هذه الممارسات هي التي تدفع جزائريين والجزائر تدي الاستقلال في إحدى شعارات الحراك، دولة مدنية ماشية عسكرية، جزائر حرة ديمقراطية. لا أكيد لأن 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 عندما استعملت في أول مداخلة تاعي، لأن هادو أحفاد الأسرة، هادو ما همش أحفاد الآخرين، بغض النظر على كل حال أنا مانيش راح ننزع الوطنية لفلان ولا ما، ومانيش أهل ولا يحق لي
أن ننزع الوطنية، ولكن هذه تصرفات تاع الجيش الاحتلال. الآن هذا المنظومة الحكم هذه لازم تروح، هناك غير قابل للإصلاح، غير قابل. وهذا الكلام تاعك اللي تقول لم يتعلموا، لأن في الحقيقة جمال هذا النظام غير قابل للإصلاح، غير قابل للإصلاح. حتى ولو يحاول هو نفسه يصلح، داروا ما يسمى في 65 ما يسمى التصحيح الثوري، قال لك تصححوا الأخطاء، ما في 79 و78 وبعدين في هذا النظام غير قابل. هذا النظام غير قابل للإصلاح. شكرا جزيلا لك الأستاذ سفيان شويط المحامي والخبير في العدالة الانتقالية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من كندا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود. إلى المحور الثاني في حلقة اليوم، حيث فجرت الوفاة المأساوية لطالبة في حي جامعي بالعاصمة حرقا الغضب والاحتجاجات في الجبهة الجامعية التي تضم 1.5 مليون طالب، والذين يشتكون من المشاكل المتراكمة وتدهور الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. وقد تحول الطلبة إلى دينامو روح، حتى يقول البعض ثورة 22 فبراير الشعبية التي تقترب من ذكراها الثانية، وسط دعوات لاستئناف زخمها الكبير الذي تم تعليقه بسبب جائحة كورونا، واستنفار السلطة وأذرعها الإعلامية والسياسية في محاولة مرة أخرى منع تحقيق الجزائريين تطلعاتهم بالتغيير. أستاذ عبد العالي رزاقي، ما رأيك في هذه الاحتجاجات التي تنتشر في عدد من الجامعات وعدد من الإقامات الجامعية، بعد بشكل خاص شرارة التي أحيتها هذه الوفاة المأساوية لطالبة في حي جامعي؟ أعتقد أن ما يجري في الجامعة والأحياء الجامعية لا يثير حتى الشك. أعطيك مثال، قبل 10 سنوات ذهب وزير إلى أمريكا وأخرج أمام الجامعة دولار، قال هذا الدولار يأخذ يمكن أن يحقق حوالي 70 وجبة، كان أنا ذاك الدينار الوجبة كانت دينار وعشرين سنتين، حتى الآن ما زالت نفس القيمة. فضحكوا عليه قالوا له ما يمكن سيد الوزير أن دينار يضمن وجبات لـ70-70 طالب. نحن الآن عندما نطرح سؤال بأي دينار والعشرين سنتيم قاربت ولم يعد ما يعقل وجبة موجودة بدينار، أين لماذا أعطيه 500 دينار الوجبة؟ أعطيهم دراهم يحب يأكل ولا ما يأكلش. هذه نقطة. النقطة الثانية، المرافق العمومية لو تدخلها، وأنا دخلت الأماكن والله تستحي نهائيا، لا يوجد في أي مكان المرافق متدنية بشكل ما هو موجود في الكثير من الأحياء باستثناء عدد قليل جدا. النقطة الأخرى، النقطة عندما تشوف رغم أنه تحكوك ما زال يأخذ على مستوى العاصمة، عنده يبدو لي 1000 حافلة، كل الحافلة تتراوح سعر الحافلة اليومي ما بين 12000 دينار و10000 دينار، معنى يأخذ مليار يوميا في الجزائر. يعقل دولة فيها انهيار، فيها معنى هناك المطاعم اللي مكلفين بالتغذية أو بشراء ينهبوا في الدراهم وكل الناس. طيب إذا أردت، ولكن أحد مسؤولي الإقامات الجامعية طبعا في تعليق أثار سخرية وغضب لدى الجزائريين، قال بأنه الماكلة اللي يأكلوها الطلبة في الأحياء الجامعية أنا ما نأكلهاش في الدار. هذا سمعته، أنا سمعته مستوى منحط، اسمح لي به منحط. البيضة كم تساوي؟ 11 دينار.
يعقل بدينار ونصف ياكل او دينار 20 بعمله انقرضت من الشارع الجزائري ناكل بها وجبه؟ هذه لهب، هذه سرقه. اعطي للطالب 500 دينار الوجبه او 250 دينار الوجبه وخليه يروح ياكل او لا ياكل. اما عندما تشوف الوجبات هذه وتشوفها، اسمح لي انا سمعت طالبه تكلم تقول لك جريدلو موجود، سمعت احدى الطالبات. ولهذا اتمنى فقط اولا يعاد النظر في القضايا هذه لانها جوهريه، لان كرامه الاخرين. انا قريت في باريس ونعرف الاشياء. انت عندك زميلك ممكن تزيد له سعر معين وتياكل معك في المطعم، هذه نحن نستحي. اسمح لي نستحي، انا ندخل راني بحدا الجامعه، راني بحدا الحي ندخل نشرب قهوه. اسمح لي باه نقول لك نحن في وضع مزري. طيب. اذا لم تتغير. طيب خلينا نسمع، خلينا نسمع دكتور عبد العالي، نسمع عبد النور ايت سعيد. طبعا غضب كبير خاصه على تلك الوفاه المأساويه لتلك الطالبه، جاءت من تيارت الى العاصمه لتدرس لتنتهي تلك النهايه المحزنه حرقا في حي من احياء الجامعه. قبل ان نبدا نتمنى ندعو الله للطالبة ناصرة بكوش رحمه الله وتغمد في فاتح جنانه إن شاء الله. قبل أن نتكلم دائما عن الوجبات يعني الأطعمة، قبل أن نصل إلى الأطعمة نذهب إلى الأمر الضروري. الأمر الأول ضروري ألا هو الأمن. لا يوجد حتى أمن داخل الحرم الجامعي أو داخل إقامات الجامعية. عند يومين هنالك طالب جامعي في إقامة في القلعة تعرض إلى طعنات بسلاح أبيض. عند عامين في 2019 ذبح الطالب أصيل في بن عكنون. الآن هنالك الطالبة ناصرة بكوش، هنالك إهانة للطالب وليد نقيش. أين كرامة الطالب وأين أمن الطالب من كل هذا؟ نذهب الآن إلى الأسباب التي أدت إلى وفاة هذه الطالبة. إن كان هنالك أطعمة تؤكل، يعني للأسف الشديد هنالك بعض الطلبة قالوا لي وعندي أصدقاء بإقامات الجامعية أن الحيوان لا يمكن أن يأكل من تلك المأكولات. هنا لا توجد حتى التدفئة لا توجد في الغرف، حتى يضطرون لشراء بما يسمى بريزيستونس داخل الغرف. وهذه الريزيستونس هي اللي كانت سبب، هذه الريزيستونس كانت سبب في احتراق غرفة الطالبة رحمة الله عليه. رحمة الله عليها، نعم. ثم يأتي هنالك قرار في بعض الإقامات الجامعية للبنات بنزع هذه الأدوات بما يسمى بريزيزوس من كل الغرف، وأيضا نزع بما يسمى السشوار اللي يصير من يعني معروف عند البنات من كل الغرف. يعني في عود أن نقوم بمعالجة المشاكل نخلق مشاكل جديدة. للأسف الشديد مدراء هذه الإقامات الجامعية هم عبارة عن مسؤولين سابقين في منظمات كاشيرية تابعة لأحزاب كاشيرية عرفت بتبعيتها للنظام وبفسادها. فساد يعني فساد يعني جد كبير في مختلف الإطارات ومختلف في مختلف مدراء الإقامات الجامعية يقومون بنا بالأموال التي هي ملك للطلبة. بالله عليك طالب جامعي لا توفر له أبسط شروط الحياة، وليست شروط التمدرس، أبسط شروط الحياة لا توجد. بالله عليك كيف هذا الطالب يكون لك مبتكر ويخرج لك على 5 سنوات كشاب طموح يريد بناء الجزائر؟ طيب خلاصة القول أن الطالب الجزائري منذ دخوله الجامعية وهو يدمر ويكسر إلى غاية خروجه من الجامعة. الطالب الجامعي في الجزائر لا تعطى له قيمته في المجتمع ولا تعطي له قيمته من طرف النظام، لأن هذا النظام يخاف من انتفاضة الطلبة ويخاف من الطالب عندما يبتكر. لذا
رسالة إلى الطلبة، يجب على الطلبة أن ينتفضوا، أن يعرفوا قيمتهم في هذا المجتمع. إن لم ننتفض فإننا سنعيش ذلا أبديا، الانتفاضة أو الذل أبدا. والطلبة طبعا كانوا دينامو، روح الحراك، يعني بمسيرتهم يوم الثلاثاء تعطي زخما دائما ودفعا لمسيرات الجمعة، والحراك يستعد لذكراها الثانية ودعوات لاستئنافه. نعم، الطلبة يوم 26 فبراير 2019 ودخولهم مباشرة في الحراك الشعبي ودعمهم للحراك الشعبي مباشرة وكل ثلاثاء، كانت مسيرة الطلبة تعطي زخما لمسيرة الجمعة. النظام يخفه هذه اللحمة الجديدة بين الطلبة ومختلف الأعمار الموجودة في المجتمع. يعني الطلبة هم شعلة الأمل في الجزائر التي تحلم بها نحن كطلبة ويحلم بها الشعب الجزائري، لذا يريدون إعادة فصل الطلبة عن المجتمع. ولاحظنا خلال مسيرات التي تتالت خلال الحراك الشعبي أن النظام يحاول كل مرة تفسير يوم الثلاثاء، كانت المحاولة الأولى في أكتوبر 2012 ثم تتالت هنا بعد عدة محاولات تقسيم إيديولوجيا وجهويا، لكن الطالب لطالما كانوا بالمرصاد. لماذا؟ لأن الأوتار التي يلعب عليها النظام تجاوزها هذا الشباب، جيل ألفية وجيل 2019 تجاوز هذه الصراعات الإيديولوجية والجهوية، ولا يستطيع هذا النظام أن يدخلنا في مثل هذه الصراعات، لأننا تعلمنا أن نعيش فيما بيننا، لدينا الإسلامي ولدينا العلماني ولدينا كما يقولوا القبائلي المضربي العربي الجيجلي الشاوي إلى آخره إلى آخره. يعني هذا الشباب تعلم أن يعيش بما بعضه، وهذا الطلبة يعتبرون بمثابة أمل للشعب الجزائري، فالنظام سيحاول وسيحاول مرارا وتكرارا تكسير الطلبة، لكن الطلبة يجب أن يكونوا يتخذوا قدوة طلبة 19 مايو 56 وطلبة 80 وطلبة 90 وطلبة 2001، وأن يكونوا القطعة التي تقود الحراك الشعبي والقطيرة التي تقود المجتمع إلى التغيير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد النور عيد سعيد، الناشط في الحراك، طالب الجامعي. دكتور عبد العلي رزاقي، نختم معك، عندما تسمع هذا الكلام من هذا الطالب الجامعي والحراك في الاستعدادات لذكراها الثانية، والطلبة فعلا كانوا عنوان وروح هذا الحراك بالعكس يقول كثيرون، يعني في كل العالم الجامعة هي التي تتحرك والطلبة هم الذين يقودون جميع المسيرات في كل العالم، في كل إضرابات، في كل حركات التحررية الطلبة يلعبوا دور مهم. وأعتقد أن هؤلاء الطلبة في الجزائر جيل جديد، رانا ندرسوا فيهم ونعرفوا جيل جديد يحتاج له تفكير جديد وكذا، ولكن مع الأسف الشديد يحتاج إلى تنظيم، بمعنى أنه يفترض أن يكون هؤلاء الطلبة نوع من نقابات، ليس على طريقة التي كانت في الحزب الواحد تابعة لأحزاب معينة، يجب أن يفكروا بطريقة أخرى، أن تجدد. واسمح لي نقول لك كلمة مليحة، وزير رحت له تاع التعليم العالي سابقا، قلت له رجاء أوقف هذه الحركات الطلابية التي تمارس السياسة في الجامعات وتطلب وتضغط حتى ينجح الراسبون. ماذا قال لي؟ قال لي نحن نعمل بهؤلاء الطلبة، هذا وزير رحت له مش واحد خلاف. إذن ولكن الطالب عبد النور كان يتحدث عن هؤلاء المرتبطين بالنظام الذين بالعكس مكلفون بمهمة، في مقابل هناك تنظيمات طلابية مستقلة بارزت في الحراك مثلا ولعبت دورا في ما قام به الطلبة وما زالوا مستعدين للقيام به من أجل التغيير في الجزائر وفي إطار الحراك. أعتقد أن الحراك سينطلق بقوة. لماذا ينطلق بقوة؟ لأن كل المعطيات أصبحت متوفرة، لا أتحدث عن الاحتجاجات الموجودة هنا هناك، المواطن أصبح لا يثق
ولا يستطيع أن يستمع الآخرين. وأعطيك مثال آخر حتى يكون واضح، اتصلوا بي قناة إذاعية تابعة لأمريكا، قلت لهم بالحرف الواحد، قالوا لي لماذا لا تصدر السلطات بيانات حول مرض الرئيس؟ قلت لهم لأنه أصبح المواطنين والشباب على مواقع التواصل يسخرون بهذه البيانات، فلهذا هم أوقفوا إصدار البيانات. مشكلة السلطة أنها لم تفهم بأنها متجاوزة، وأن هؤلاء الطلبة تجاوزوا، وهم أعتقد أنهم الأساس الذي يبنى عليه أي حراك في الجزائر، هو الأساس للتغيير. التغيير يجب أن يظهر في من طلبة الجامعة وليس من غيرهم. وأتمنى على هؤلاء الطلبة أن يفكروا في مستقبلهم، لأن نحن أنت مستقبلنا مرانا، راني أكثر من 70 سنة، ولكن أتمنى أن أرى الطلبة مستقبلا هم الذين يديرون الشأن العام في الجزائر، مثل ما يحدث في أمريكا في أي مكان. عندما نشوف الوجوه للشباب هم الذين يتحدثون، أشعر بألم عندما أرى شيوخا آخرين في بلدي يتحدثون ويتحدثون باسم الطلبة. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العالي رزاقي، أستاذ العلوم السياسية وعلوم الإعلام. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، مني ومن كل الفريق العامل أجمل التحايا، إلى اللقاء.